قبل أعوام مضت ولدت الأزمة العالمية لسنة 2008، وبدأت البورصات وأسواق المال تظهر إشارات واضحة على أن عهد الرخاء سينتهي. ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير جداً ومبالغ به، ففي حالة التصحيح قد يكون مؤلم جداً. هي بالفعل قد تكون الأخطر، لأنها سوف تكون متعددة الأطراف، متعددة الأوجه، والحل فيها لن يكون بالسهل. إذا كانت هناك أزمة أو في المستقبل كانت أزمة، سوف تكون أكبر بسبب أن هناك خلخلة ما زالت من أزمة 2008.